وتحياتنا من جديد. صباح الفل لكل الأشخاص ومع التغذية. اليوم معنا أخصائية التغذية ميرا زهران حتى نحكي عن السحور. طبعا مش بس بدنا نحكي عن فائدة السحور، بدنا نعطيكم أكيد كمان بعض الأفكار اللي ممكن فعلا تفيدكم من الأطعمة اللي لازم إنها تكون موجودة على مائدة السحور والأطعمة اللي مش لازم تكون على مائدة السحور. صباح الفل، كيفك ميرا؟ صباح الورد، الحمد لله، كل عام وأنتم بألف خير والجميع بألف خير. آمين يا رب. ميرا، مرات يعني مثلا بيجي بيحكي لك خلاص انا ما بدي اتسحر، انا صايم فما بدي اتسحر عشان خلاص بشرب مي لانه ما بدي وزني يزيد، ومن لما يعني او بيناموا ما بيحبوا انهم حدا يصحيهم يعني مثلا، وما بيشربوا المي، ما بياخذوا الالياف، فراح يضل طول النهار تعبان، عم بيشعر بوهن وما رح ينزل وزنه بهاي الطريقة. فتحدثين عن هذا الموضوع. طبعا أول إشي إحنا دايما بنقولهم تسحروا فإن في السحور بركة. في كتير ناس بيتجنبوا وجبة السحور أو بياخدوها زي ما قلنا قبل ما يناموا، بس هو الوقت الصحيح إنه ناخد فيه وجبة السحور يفضل بموعدها اللي هو قبل أذان الفجر، حتى زي ما قلنا ما يصير عنا صداع، ما يصير عنا مشاكل بفترة الصيام، لأنه الصايم بيقعد فترة منيحة يعني 15-16 ساعة بدون أكل بدون مي، فهاي فترة كافية إنه ينزل السكر فيها، ممكن يدوخ إذا ما كان ماخذ وجبة السحور كما يجب. يعني ميرا غلط لما بيحكوا، في ناس بسمعهم بيقولوا أنا إذا تسحرت بجوع أكتر تاني يوم. حسب شو تسحر. هلأ أوكي. في ناس بتسحروا من أكل نفس الفطور الإفطار، في ناس بيتسحروا شغلات فيها صوديوم أو موالح كتير، في ناس بيشربوا كميات مي مهولة على وجبة السحور. هلأ هون طبعا رح أعطش، رح يصير عندي دوخة، رح تنزل مني أملاح بشكل أكبر، فشو بتسحر هون التريك. أوكي، هو مش هي مفيدة جدا وجبة السحور، ولكن إذا اتاخدت كما اتاخدت بالضبط بطريقة صحيحة. طبعاً. إيش هي الوجبات الجيدة بالسحور تحديدا؟ إيش نأكل مثلا؟ بسمع كتير بيجي بيحكي لك أنا بحب أخذ بطيخ، في أنا بسمع كتير بيجي بيحكي لك أنا بحب أخذ مثلا سلطة، فإيش اللي بناسب؟ تمام، هلأ إحنا بنفضل وجبة السحور تكون من 15-20% من توتال السعرات المسموحة للشخص. أوكي. يعني خليني أقول تكون بمعدل 400-500 سعرة، طبعا حسب أدي السعرات الحرارية المسموحة للشخص. دائما بنفضل الشغلات اللي فيها بروتين، دائما بنفضل الدهون الصحية، ودائما بنفضل النشويات المعقدة. يعني مثال ممكن أكل توست أسمر كامل الحبة مع جبنة لايت، ودائما بدي حبيت أذكر الجبنة لأنه الجبنة اللايت دائما بتكون كمان ملحة قليل، فجبنة تكون ملحة قليل، ممكن نأخذ معها كوب أو كوبين من الخضار مع حبة فواكه. هاي وجبة سحور متكاملة ورح تشبعنا وما رح تخلينا نشعر بالعطش تاني يوم. أيضا بطيخ وجبنة، في كتير ناس بيحبوا يروحوا للبطيخ، نقدر ناخذ لحد كوبين من البطيخ مع مثلا 60 جرام من الجبنة، تكون قليلة الملوحة، قليلة الملوحة وقليلة الدسم. هون احنا برضو منكون أخذنا وجبة سحور مشبعة بنفس الوقت ما تشعرنا بالعطش. أيضا الألبان، أنا كتير بحب أنصح المراجعين بالألبان، الألبان دائما تحتوي كمية منيحة من البروتين، ويا سلام إذا بتكون مضاف لها بروبيوتيك عشان عملية الهضم. ممكن نضيف له بذور الشيا، ممكن نضيف له حبة من الفواكه، وممكن ناخذ لحد حبتين من الفواكه المجففة زي الطين، زي الأمردين، زي التمر، هذا كمان بعطيني فيتامينات ومعادن وبعطيني طاقة إني أكمل اليوم وأنا صايمة. بدي أحكي نقطة كتير مهمة بالسحور بالنسبة للمي، يعني يفضل نشرب كوبين من المي. أنا هلأ لسه كنت أسألك، لأنه لما قلت بيشربوا مي كتير كنت أقولك طب وين المشكلة إنه بيشربوا مي كتير؟ طبعا أول إشي المعلومة اللي كتير ناس ما بتعرفها، هلأ الكلى قادرة إنها تفلتر نص لتر أو كوبين من الماء في الساعة، إذا شربنا أكتر من هيك بنصفي عم نحط حمل على الكلى، وبنفس الوقت ما رح نستفيد من هاي المي، رح تروح كلها. فاللي إحنا ورح تاخذ معها الأملاح على فكرة، وهون أنا رح يختل توازن الشخص، ممكن يحس بالدوخة. فإحنا دائما بننصحهم إنه ناخذ كوبين من المي بعد وجبة السحور اللي هو قبل الأذان مباشرة. تمام، معلومة ممتازة مهمة جدا. جدا بالنسبة للأطفال إيش ياخذوا على السحور؟ طبعا نفس الأكل بالنسبة للأطفال، ودائما لازم نتأكد إنه الأطفال أخذوا وجبة السحور، لأنه هلأ مدارس يعني صح. إحنا بنروح على الأطفال بروحوا على المدارس بحاجة للتركيز مدى دراسة وامتحانات، فلازم وجبة السحور تكون متأخرة قبل الأذان تقريبا حتى إنه بالضبط يروحوا على المدرسة مصحصحين. طيب
هلا اذا بدنا نحكي عن الاشياء يعني هلا يمكن قدرنا نعرف من خلالك هيك بعض الامور اللي لازم انه نتجنبها، زي ما قلت الامور اللي لها دخل او الوجبات او المواد الغذائيه عاليه الملوحه. نعم. ولكن اذا بدنا نحكي اكثر عن المواد الغذائيه اللي لازم نتجنبها على مائده الصحور. نعم، احنا بنركز اكثر انه نتجنب عنصر الصوديوم بالاكل، عشان هيك احنا دائما بنربطه بالملح، يعني مخللات الزيتون، المخلل الخيار، المقدوس، السلطات المضاف لها ملح كثير، المعلبات، هاي كلها بنفضل نتجنبها اثناء وجبه السحور، لانه راح تدر لي سوائل وراح يعني يصير عندي جفاف. بينما الشغلات اللي بنحب نركز عليها الشغلات اللي فيها بوتاسيوم. بوتاسيوم عكس الصوديوم تماما، هو بيحتفظ بالسوائل بالجسم وبطريقه انه يضل الجسم رطب وما نشعر بالعطش ثاني يوم. هاي موجودة بمثلاً الموز، بالألبان، عشان هيك بالفواكه المجففة، عشان هيك إحنا دائماً بنحب نركز عليها بوجبة السحور حتى نضل جسمنا مرطب وما نشعر بالعطش تاني يوم. تمام. قديش مهم كمان هلا مع ارتفاع درجات الحرارة؟ يعني ارتفعت درجات الحرارة، إيش لازم يركزوا بالفطور مثلاً حتى أيضاً كمان يكملوا موضوع السحور كمان؟ نعم، هلأ كمان إحنا بننصح عند وجبة الفطور ما نشرب أكثر من كوبين مي أول ما نبلش الفطور، ما بننصح ناخد كميات كبيرة من التمر، في ناس إنه بيفكروا إنه تمر مسموح لازم ناخد كميات كبيرة، لا، من تمرة لثلاث تمرات حسب حجم التمر. ننصحهم أيضاً بالألياف، الخضار والفواكه لأنها كلها مي، فدائما ننصحهم بما انه هلا الدنيا صيف وجفاف والناس في يعني رح يكون في تعرق زياده وفقد سوائل زياده، دائما نركز على الخضار والفواكه. بدي انصحهم كمان ما ياخذوا سكر وحلويات بكميات كبيره، واذا ولا بد انه ناخذها بطريقه صحيه مش مقليه اللي هو القليل الغميق، لا مثلا تكون مقليه اللي بنسميها الاير فراير او القلايه الهوائيه، او مشويه بالفرن. نحكي على القطايف لانه هلا الناس كلها بتركز على القطايف. بالضبط، لانه السكر كمان من الشغلات اللي ممكن تطلع سوائل من الجسم. هو القطايف يعني بالقطر، فيحاولوا شوي في القطر، احنا بالمعلقه الصغيره يعني مش ضروري هذا التغطيس. صحيح، يعني هلا صار في بدائل شوجر فري بالسوق، يعني يحاولوا انه فعليا، لانه القطر يعني هو معظم الاشياء السيئه اللي فيه لها دخل. نعم. بالقطر. نعم. طيب ميرنا، في ناس مع انه يعني اغلب الناس ممكن انه يزيد وزنها وما في حدا بيزعل من انه ينزل وزنه، ولكن وانا مش من الناس ابدا اللي بزعل ولا حدا بزعل انه ينزل وزنه، ولكن ان شاء الله يا ربي نزول الوزن بيكون بطريقه صحيحه يعني. نعم. الله يديم الصحه على الجميع. أمين. بس في ناس ممكن بتنزل بشكل كتير كبير بشهر رمضان. نعم. كيف بتنصحيهم يعني يعملوا على الافطار وعلى السحور حتى فعلا لو نزلوا بس ما ينزلوا الوزن الكتير؟ هلا الناس اللي بتصوم يعني تنقسم قسمين، اشي ما بياكل لما يجي خلص بقول لك انا بشرب المي، باخذ التمره، باخذ صحن الشوربه وما بقدر قابليتي بتتسكر. وفي ناس لا بياكلوا الحلويات وحدت ولا حرج. هلا هون المفارقه، احنا دائما نحكي عن فوائد الصيام المتقطع، بقولهم لسه فوائد صيام رمضان لانه جاف بدون مي اكثر، فممكن ننزل بالوزن يعني الناس أسرع. اللي عندها وزن زياده ممكن تنزل لحد 10 كيلو بشهر رمضان المبارك. كيف هي حسين مخرجنا بقول لي احكي لي كيف بس. نعم. ننزل طبعا اذا التزمنا بصيام 15 ل 16 ساعه جاف، اذا التزمنا بوجبتين فقط الافطار والسحور بدون ما يكون بيناتهم من الافطار السحور، هذا في عندك اربع خمس وجبات يعني طول الوقت. فول بورد مزبوط. هلا بالنسبه للناس اللي بتخسر وزن بدي انصحهم انه يرتاحوا بعد صحن الشوربه، بعدين يرجعوا ياخذوا البروتين بطريقه محسوبه حتى ما نخسر عضلات، حتى ما يكون شعرنا، احنا بنحكي عن 30 يوم. صح. فاذا تراكمت نقص البروتين ونقص المغذيات بهاي الايام اكيد رح يؤدي مش بس لنقص وزن، رح يؤدي انه ينقص من عندهم عضل وفيتامينات ومعادن. صحيح. صحيح. فما بيجي اخر الشهر غير هم منهكين. صحيح. لا ننصحهم يحسبوا سعراتهم مزبوط ويقسموا وجباتهم خلال من فتره الفطور للسحور على وجبات صغيرة. لانه بتكون المعده شاده، فهم اذا بالزبط. اكلوا وجبات صغيره بالزبط. ممكن هذا الشيء يساعدهم. ممكن كمان الكساندرا يشربوا سعراتهم، احنا دائما بننصح الناس النحاف اللي بدهم يزيدوا وزنهم انه يشربوا سعراتهم. صحيح. لانه ما بيقدروا ياكلوا كميات كبيره. والعكس صحيح للناس اللي بدهم ينحفوا. بالضبط. طب يعني حصه الفواكه برمضان قديش؟ وانا عشان اكون كثير صريحه،
بدك تاكلي قطايف يعني مش رح تمشي معك بحبه، بدك حبتين ثلاث ومثلا ايش بجبنه ايش بجوز ايش بدك طيب يعني حسب التساهيل. بس انا وانت بتعملي بتكون لسه ما بلشنا. قد كم سعره حراريه بالمقلي بالمشوي؟ واذا طبعاً. جد اذا استخدمنا المحليات خلينا نحكي الصحيه او ما بعرف خاليه من السعرات الحراريه قديش برضو انه انت راح تاكل بس مش شاعر بالذنب يعني. هلا بالنسبه للفواكه احنا دائما بنفضل نروح للفواكه او حتى يعني باسوأ تقدير فواكه المجففه. حصتين من الفواكه ممتازين بكونوا، حصه على الفطور وممكن ناخذ حصه على السحور. بالنسبه للقطايف يعني ممكن توصل الحبه ل 200 سعره حراريه اللي فيها جوز حسب حجمها طبعا. هلا اذا عصافيري ممكن توصل 75 سعره حراريه. هاي اللي هيك العصافيري العصافيري هاي اللي هيك لا هي مثلا بدون مكسرات فستق حلبي بدون قطر يعني هذا كله بلس بلس يعني هاي الاضافات ممكن تصفي ماكله 1000 سعره حراريه بس وانت بتتحلي. عشان هيك هلا الناس بقول لك انا بصوم رمضان بس ما بنحف من الحلو يعني. طبعا انا لما اقعد من 8 ساعات 6 7 ساعات اكل هاي الفتره كلها الانسولين عندي شغال طبعاً. هذا اسمه هرمون تخزين الدهون الانسولين صح. فما رح انحف ابدا والله يعني للأمانة. معلومات جميلة جدا ميرا واستفدنا للغاية وكل عام وانت بخير ودائما نصائحك بنشوفها على السوشيال ميديا من خلال ميرا نوتريشن. نعم. اسم صفحتك ممكن يقدروا كمان يتابعوك. نعم. وياخذوا نصائح خلال هذا الشهر الفضيل. شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية. شكرا شكرا كثير لك ميرا وكل عام وانت بخير. نعم انت وان شاء الله يربي كل الأشخاص فعلا انهم يصوموا هذا الشهر الفضيل يعني ويتمتعوا فيه كمان بالصحة يعني طبعا. حاولوا يستفيدوا منه كمان صحيح. انه يفيدوا صحتهم وعافيتهم. بس والله ميرا هيك يعني بتحكي لك 200 في كثير ناس زعلوا انا واحدة منهم يعني صراحة. انا مثلا القطايف بس بحط فيه سكر مبدئيا وباكل هاي ولسه ما بلشتش. أيوة هذا لما بيجي سخن يعني مثلا لما بيجي سخن من المخبر بتحطي وتاكلي ولسه ما بلشناش. فيعني يعني ان شاء الله الشهر يعني يكون خير علينا كلنا. امين يا رب. ان شاء الله يحقق لكم امالكم وتطلعاتكم وشهر خير وبركه وروحانياته عاليه ولمت كل الاشخاص حوالين بعض البعض بالمحبه وهو شيء مهم جدا.